هذا ويواصل مهرجان وزارة الإعلام الذي تم افتتاحه بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة تنظيم فعالياته اليومية، وذلك في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية. وتشتمل فعاليات المهرجان على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق الذي يضم محلات ومنتجات متنوعة، إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال والتي تتيح للزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين. وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانها الجماهيري في القرية التراثية كمشاركة واحتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في الأعياد الوطنية المجيدة بما تعكسه القرية التراثية من جوانب مهمة من مسيرة تطور مملكة البحرين المتصلة بالإنسان والعمران. هذا وتستمر فعاليات مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية حتى 20 من الشهر الجاري، حيث ترحب بزوارها من الساعة 4 وحتى 10 مساء. حسيت كأني أنا للحين في زمني هذوني، يا والله العظيم يعني أشكر هذه اللي سوى هذا الشيء كله، أشكره من قلبي أشكره، يعني أقول لك يعني ما قصرت حكوماتنا، ردت لنا الحياة. الحياة ردت لنا من دشيت أنا ردت لي الحياة، والله العظيم يعني استونست الفرحة، أصيح من الفرحة من شيء اللي شفته، يعني من كل مكان دشيت كل مكان شفت، يعني حسيت كأني أنا في الفريج، كأني أنا بين هالدواعيس، كأني أنا ابني، كأني ألعب، كأني شو أقول لك؟ عمرك طويل يما، عسى إن شاء الله يدوم يا رب، عسى الله يسلمهم إن شاء الله ويطول في عمرهم، وأشكرهم من قلبي يعني اللي ردوا لنا الفرحة، هذه لازم حق عيالنا، لازم عيالنا تعرف زمننا، زمننا حلو وترى عشناه إحنا. يعني ذكرتنا بزمان، رجعتنا ريوز يمكن 70 سنة، رجعنا شباب الحين إحنا في القرية هذه. لأن شفنا أشياء ما شاء الله تراثية، ونتمنى يعني إن يبدل مرة مرتين، واللي ما يجي يشوف ومستانسين والحمد لله. قاسم المشترك بين السعودية والبحرين واحد، خاصة المنطقة الشرقية نفس الموروث، نفس الفكر، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس حتى البيئة، تحس إن أنت ما أنت غريب، لأن ما يوجد هنا في البحرين هو امتداد للموجود في الشرقية. بحرين يا ضمة قلبي المشتاق، بحرين يا قصيدة شعر في دفتر العشاق، بحرين يا ليالي سكنت وسط الحشا والروح، أذكرك يا ليالي القيض ساعة تمرين، واذكر بيتنا القديم سقف السعف والطين، ذيك السكيك ويا حكي الجيران، كانت سوالف طرب، كانت قصايد شعر تحكي هوى الخلان.